الله يفرحك. جيتي عندي مخرج مسرحيه قريه الحمام. وهذا العمل هو كاهداء للمراه الاتحاديه بحكم اليوم عيد المراه اللي كيتزامن مع 8 مارس. فكنقول لكل المناضلات كل عيد وانتم بالف الف خير. وايضا الاداء كان ديال الام ديالي والزوجه ديالي اللي كانوا ضمن الحضور وشافوا هذا العمل هذا. وطبعا الحمد لله الايجابيات ان شفنا مواهب وطاقات كتسخر بها منطقه الزيروكات. فهذا الحمد لله فخر لنا وربح كبير. وكنقول للناس ديال الاتحاديه ان شاء الله انتظروا المستقبل. كاين اعمال جديده، كاين افكار زوينه ان شاء الله. وكنقول لهم لا خوف على شباب الاتحاديه. شكرا. نادي اقرواش سينمائيه وجمعويه. تشرفت اليوم بحضور مسرحيه قريه الحمام اللي من انتاج اتحاديه مولاي رشيد. وكنشكر السي الحدادي اللي تاح لي هذه الفرصه باش نشوف هذا العمل الجميل للمخرج قطني. حقيقة كان إخراج رائع ومسرحية رائعة، لا من ناحية الممثلين، لا من السينوغرافية، لا من الممثلين فوق الخشبة. كان مسرح رائع واحترافي، ماشي غير أنه ديال الاتحادية، ولكن مسرح احترافي 100%. وشكرا لهم على هذا العرض اللي استمتعت به بزاف. وكنشكر مرة أخرى السي حدادي اللي تاح لي هذه الفرصة باش نشوف ونحضر معاهم في هذه الأجواء الجميلة. شكرا لكم. شكرا جزيلا لك.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. بالنسبة من هذه المناسبة، هذه المناسبة الكبيرة، هذه المناسبة العظيمة، كتحتفل الاتحادية مولاي رشيد بهذه المرأة العظيمة، المرأة المكافحة، المرأة المناضلة اللي حاولنا اليوم باش نعطيوها واخا او نستوفيوها واخا غير شوية من الحق ديالها، هذا الحق اللي هو عندها حق مشروع. هذه المرأة اللي كتساند الراجل في العمل ديالو في البيت، هذه المرأة اللي يعني كتطمح بانها تكون مرأة مثالية، ولو هي مرأة مثالية، والحمد لله نتمنوا من الله يعني باش كل عام باش هاد الذكرى هادي او هاد المناسبة هادي نبقاو نفرحوا بهاد المرأة لانها تستاهل كل خير، تستاهل كل تشجيع، تستاهل كل دعم، لان المرأة المغربية مرأة حرة، مرأة مجاهدة، مرأة مكافحة. نتمنى من الله، الله يخلي لنا عيالاتنا وخواتاتنا وكل اهل ديال العائله الكبيره ديال اتحاديه مولاي رشيد، وشكرا. كنبغي نشكر المخرج ديالنا الاستاذ قطني على هاد المسرحيه اللي كانت جد رائعه، وحتى الطاقم كامل ديال المسرحيه اللي كان بالعمل ديال المتفاني وريبيتيسيون اللي كانوا دائما كيحضروا ليها باش طلع العمل جد رائع هكا. وكنبغي نشكر حتى السي المنسق الاقليمي السي محمد حدادي على هاد الفرصه اللي عطانا باننا طلعنا المسرح ومثلنا، وهذا ما كان. شكرا بزاف للناس كاملين اللي كانوا حاضرين، وشكرا عاوتاني. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على موقع